بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مواصلين في المواصفة القياسية العالمية لنظام إدارة استمرارية الأعمال Business Continuity Management. اليوم إن شاء الله نتناول مع بعض جزئية في إطار المتطلبات الخاصة بالمواصفة عن الإسكوب اللي هو المجال أو الغرض. بعدها إن شاء الله يعني نتعرف على بعض التعريفات اللي وردت في المواصفة بإذن الله تعالى. طيب نبدأ بالمتطلبات الأساسية في إطار في بدايتها اللي هي السكوب Security and Resilience Business Continuity Management System Requirements. يعني عايز يورينا إنه النظام ده في إطار أمن ومرونة هذا النظام اللي هو نظام إدارة استمرارية الأعمال كمتطلبات. يعني هذه متطلبات أساسية في إطار أمن ومرونة Security and Resilience، أمن ومرونة نظام إدارة استمرارية الأعمال Business Continuity Management System. لازم تكون عندك حماية، لازم تكون عندك أمن، وبالتالي لازم تكون عندك مرونة. تقدر تكون عندك حماية ومرونة على أساس أنه تتعامل مع الاضطرابات، تتعامل مع أي مثلا وباء، أي أزمة حصلت. فبالتالي كيف تستمر أعمالك في ظل هذه الاضطرابات، في ظل هذه الكوارث. طيب والكوارث تعرف بأنها حادثة غير مخطط لها، ممكن تؤدي لعدم قدرة، عدم قدرة لماذا؟ للمنشئ على تشغيل عملياته جزئيا أو كليا. وكذلك استمرارية الأعمال أو هذا النظام ككل بيحدد كل التحديدات. عشان عايزين نذكر قبل أن نبدأ في السكوب، عايزين نذكر إنه نظام إدارة استمرارية الأعمال بيحدد لنا كل التحديدات، أي تهديد محتمل على المنشئ وتأثيره على عملياتها الرئيسية. ولا بد أن نضع إطار عمل لبناء المقاومة المؤسسية. عشان كده نحن قلنا هنا Security and Resilience، إطار عمل لبناء المقاومة المؤسسية والقدرة على الاستجابة الفعالة. أهم حاجة تكون في استجابة فعالة Effective Response، وحماية مصالح ذوي المصلحة وبالتالي سمعة المنشأة وأنشطتها التي يعني تقدم قيمة مضافة للعملاء. هذا النظام أو المواصفة دي عندها عيلة كبيرة، يعني نذكر منها الايزو 22301 اللي هو عن المتطلبات اللي شغالين عليها الآن اللي هي requirements. في كذلك ضمن سلسلة هذه المواصفات 22313 this is a guideline for implementation. الرقم ده أو هذه المواصفة فقط كإرشادات للتطبيق، زي كتالوج استخدام مثلا تلفاز معين، كتالوج إرشادات للتطبيق. وكذلك الايزو 22317 ضمن العيلة الخاصة بهذه المواصفة مواصفة فنية اللي هي 22317 بيعطينا BIA guidelines. مواصفة فنية تخص شنو؟ تحليل تأثير الأزمات على الأعمال. تحليل تأثير ماذا؟ الأزمات والكوارث على الأعمال، Business Impact Analysis. وهذا جزء مهم جدا في إطار كذلك يعني مواصفاتنا إن شاء الله سنتناولها. إذن عشان المؤسسة تقدر تقول يا أخي إنه أنا عندي نظام لاستمرارية العمل، أنا قادر إنه أستمر، لابد أن تكون هنالك أسئلة معينة كما ذكرنا مسبقا. ما هي أجزاء المنشأة وأقسامها؟ شنو هي أقسام المنشأة عندك؟ كم قسم؟ حجم الأنشطة عندك وأقسامه وأنشطته اللي بتحتاج لتشغيل في أقرب وقت.
هل عندك قائمة بالعمليات ذات الأولوية للتشغيل أو خطة لاستئناف العمليات التشغيلية؟ ممكن الإجابة بتكون نعم أو لا. هل أنت قادر إنك تستمر تقدم منتجاتك أو خدماتك في حال حدوث أي مشكلة؟ مثلا مشكلة في الإمدادات، مشكلة مثلا في مشكلة تجاه العاملين، مشكلة تجاه المواد الخام، مشكلة تجاه الماكينات. هل أنت ممكن تتواصل مع العاملين خلال هذه الأزمة أو خلال هذه الاضطرابات؟ لابد أن تكون عندك إجابة لهذه الأسئلة. نبدأ بالسكوب اللي هو المجال. This document specifies requirement to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve management system to protect against, reduce the likelihood of the occurrence, prepare for the response to and recover from the disruption when they arise. كلام ممتاز. يعني من خلال هذه الوثيقة نحن بنحدد متطلبات ماذا؟ متطلبات التخطيط والتأسيس والتشغيل والمراقبة والمراجعة والصيانة والتحسين المستمر لماذا؟ لنظام إدارة الحماية أو حماية أنظمتنا أو حماية المؤسسة من الاضطرابات وتقليل الديسرابشن وتقليل احتمالية حدوثها والاستعداد والاستجابة لها وكذلك التعافي منها عند ظهورها. أهم حاجة تقدر تتعافى وتقدر تستجيب، تقدر تكون مستعد لحدوث هذه الحوادث أو المخاطر. Also the requirements specified in this document are generic and intended to be applicable to all organization or part thereof regardless of type and size and the nature of the organization. طيب هنا بتحدد المتطلبات المحددة في هذا المستند تكون في إطار عام، وتقصد أن تكون قابلة للتطبيق على شنو؟ على جميع المنظمات أو أجزاء منها، يعني على كل الأقسام والوحدات وعلى كل أنواع الأنشطة بغض النظر عن شنو؟ عن نوع وحجم وطبيعة المنظمة. يعني type, size, and nature of the organization. طيب the extent of the application of this requirement depends on the organization's operations, environment, and complexity. كذلك يعتمد مدى تطبيق هذه المتطلبات على بيئة عمل المنظمة ومدى تعقيدها. في مؤسسة بتختلف عن منظمة بتختلف عن منظمة أخرى في إطار حجم الأنشطة ونوع الأنشطة، مثلا شركات بترول، شركات أخرى، مثلا بنوك، مؤسسات علاجية، فنادق، مطارات وغيرها، حسب تعقيد وحجم ونوع المنشأة. إذن النظام عنده مرونة، النظام لديه مرونة، يعني من هذا الشرح عايزين نفهم إنه النظام بيعطينا حماية، قدرة على الحماية وقدرة على المرونة للتعامل في كل الأحوال وفي كل الجوانب المتغيرة. And this document is applicable to all type and size of organizations that المستند دي أو المواصفة دي this document هذا المستند ينطبق على جميع أنواع وأحجام المنظمات، أنواع وأحجام مؤسسات صغيرة كبيرة، مؤسسات حكومية خاصة. Implement, maintain, and improve a PCM business continuity management system. تنفيذ وصيانة وتحسين هذا النظام. B. Seek to ensure conformity with the stated business continuity policy. السعي لضمان ماذا؟
سعي لضمان التوافق مع سياسة استمرارية الأعمال المعلنة عندك. لابد أن تكون لديك سياسة أعمال تحدد النوايا تجاه التزامك بمتطلبات محددة، وكذلك لضمان التوافق مع سياسة استمرارية الأعمال المعلنة. Business continuity policy. C needs an ability to continue delivery of product and services acceptable redefined capacity during the disruption. An application of the BCM business continuity management. برضو قدرتك والحاجة للقدرة على الاستمرارية في تسليم المنتجات والخدمات. ما انت هتطبق هذا النظام اذا كنت بتقدم منتجات او خدمات، فهذا النظام بيديك قدرة على الاستمرارية في تسليم منتجاتك او خدماتك بقدرة محددة مسبقا مقبولة اثناء الانقطاع او اثناء وجود اضطرابات، لانه ربما ما تستطيع انك تقدم منتجاتك وخدماتك بنفس الكيفية اللي كنت بتقدمها بقدرة محدودة بطريقة معينة بطريقة مختلفة بطريقة أقل من الطريقة العادية في وجود في عدم وجود اضطرابات. يعني مثلا في وجود الكوفيد 19 الناس كان بيتقدم منتجاته وخدماته بطريقة محددة باحتياطات ببركوزنس بنظام معين، وتقدم بعض الخدمات من المنزل، ومثلا زي الخدمات التعليمية عبر الأونلاين، وتقدم بعض المنتجات بطريقة معينة وهكذا. Also seek to enhance their resilience through the effective application of the BCM. هذا Business Continuity Management. برضو السعي لتعزيز مرونة هذا النظام وتعزيز مرونة المؤسسة من خلال التطبيق الفعال للنظام. يعني لازم نظامك يكون عنده مرونة resilience. تمام؟ طيب، فبالتالي seek to enhance their resilience through the effective application of the BCM. And these documents can be used to assess an organization ability to meet it on the business continuity needs and obligations. نحن ممكن نقدر نستخدم هذه المواصفة وهذه هذا المستند لتقييم قدرة المؤسسة على تلبية احتياجاتها والتزاماتها المتعلقة باستمرارية العمل. لازم تقدر تلبي احتياجات العميل وتقدم له منتجات وخدماته وفق ما هو مطلوب وفق هذا النظام. في المتطلبات number 2 normative reference هنا بيصف أو بيعطينا إنه there are no normative reference in this document. ما عندنا مراجع معيارية في هذه المواصفة. 3 من المتطلبات من requirements terms and definitions هي وردت بعض التعريفات وردت بعض المصطلحات والتعريفات. For the purpose of this document, the following term and definitions apply. أعطانا إنه هذا يمكن أن نحتفظ بقواعد بيانات ومصطلحات لاستخدامها في هذه المواصفة، كذلك في التغييس لهذه المواصفة. وأعطانا منصات هنا ممكن منصات تصفح اللي هي إذا ملاحظين www.iso.org و IEC Electropedia and www.electropedia.org وهكذا للاعتماد عليها في أو لمزيد من التصفح أو المعلومات في التصفح عبر هذه العناوين أو عبر هذه المواقع. إذن الـ Term and Definitions مهم جدا نعرف بعض المصطلحات. نبدأ ب البيزنس كونتينوتي. يعني شنو بيزنس كونتينوتي؟ يعني شنو استمرارية الأعمال؟ بيزنس كونتينوتي
feedback capability of an organization to continue delivery of the product and services within acceptable time frame at the predefined capacity relating to the disruptions. هنا قدرة مؤسستك على مواصلة تقديم منتجاته وخدماته في إطار زمن أو ضمن أطر زمنية مقبولة بسعة محددة أو بطريقة محددة مسبقا تتعلق بالاضطرابات أو في إطار هذه الاضطرابات. إذن يعني مهم جدا إنه تعرف تقدم منتجاتك وخدماتك في إطار ال 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 الاضطرابات. إذن يعني هذا المصطلح تحديدا كده بيتحدث عن القدرة على استمرارية الأعمال على الرغم من حدوث أزمات أو كوارث أو أي اضطرابات أخرى. ده معنى الكلام كله، قدرتك على استمرارية الأعمال بماذا؟ على الرغم من حدوث أزمات أو كوارث أو اضطرابات أخرى. طيب Business Continuity Management مصطلح مهم جدا لازم نعرف معناه. طيب Management System for the Business Continuity أعطانا بعض الملاحظات هنا. Note 1: The management system includes organization structures, policies, planning activities, responsibilities and procedures, process and resources. طيب نفهم يعني شنو أول حاجة نظام استمرارية الأعمال أو إدارة استمرارية الأعمال. نظام إدارة استمرارية الأعمال، نظام إدارة استمرارية الأعمال بشكل عام بيعطينا معنى، بيخلينا نحدد التهديدات المحتملة على المنشأة وتأثيراتها على عملياتها الرئيسية ووضع إطار عمل لبناء المقاومة المؤسسية، لأن نلاحظ مقاومة مؤسسية وقدرة على الاستجابة الفعالة وحماية مصالح ذوي المصلحة في المنشأة وبالتالي سمعة المنشأة. أهم حاجة كمان سمعة المنشأة وأنشطتها التي تقدم قيمة مضافة للعملاء. طيب إذن في إطار البيزنس كونتينوتي لازم نفهم إنه في الحاجات اللي وردت أو التفاصيل اللي وردت في الملاحظة في نوت 1 إنه management system including the organization structure policies planning، يعني هنا بيشمل نظام إدارة هذا النظام الهياكل التنظيمية والسياسات والخطط والتخطيط والأنشطة والمسؤوليات والإجراءات والعمليات والموارد. Policies, planning, activities, responsibilities and procedures and process and resources. يعني هنا هيشمل كل هذه التفاصيل من هيكل، من سياسات، من خطط، من أنشطة، من مسؤوليات، من إجراءات، من عمليات، من موارد. إذن النظام ما خلى لنا حاجة. مصطلح آخر مهم جدا Business Continuity Plan اللي هو خطة استمرارية الأعمال. Documented information that guides and the organization to respond to the disruptions, resume, recover and restore the delivery of the product and services consistent with the business continuity objective. هنا بيعطينا في البيزنس كونتينوتي بلان يعني لابد من ان تكون هنالك خطه، والخطه لماذا؟ لاستمراريه الاعمال. يعني ناهيك عن انه في مؤسسات اصلا ما عندها خطة تماما، خليك من انها تكون عندها او خطة على كل المستويات، ناهيك عن انها تكون عندها خطة مثلا لوجود اضطراب معين. اذا البيزنس كونتينوتي بلان معناتها هي معلومات موثقة بترشد المنشئة او المنظمة لكيفية الاستجابة عند حدوث أزمة او اضطراب
وكيفية استعادة القدرة على استئناف تقديم المنتجات والخدمات. مرة أخرى، هذا التعريف لأنه مهم. Business Continuity Plan، خطة استمرارية الأعمال، هي معلومات موثقة Documented Information ترشد المنشئة، بتقدم إرشادات للمنشئة وبتوجه المنشئة أو المنظمة لكيفية الاستجابة عند حدوث أزمة أو اضطرابات أو اضطراب يعني، وكيفية استعادة القدرة على استئناف تقديم المنتجات والخدمات في الظروف المختلفة يعني. Business Impact Analysis، مصطلح مهم برضو. Business Impact Analysis، تأثير الأعمال، تحليل تأثير الأعمال على المنظمات. A process of analyzing the impact of the disruptions on the organization. In notes, the outcome, a statement and justification of the business continuity requirements. طيب، تحديدا يعني شنو تحليل تأثير الأعمال؟ Business impact analysis هي عملية لتحليل تأثر أعمال المنشأة أثناء حدوث أزمات أو اضطرابات. طيب، لو حد فيكم سأل قال يعني شنو disruption، اضطراب، نرجع عشان نحدد أو يعني لأنه الاضطراب جاي إنه disruption جاي لهذا المصطلح، لكن قاعدين نقول كلمة أزمة أو كارثة، هي حادثة غير مخطط لها ممكن تؤدي لعدم قدرة المنشأ على تشغيل عملياته جزئيا أو كليا. ده بفهم الديزاستر، ديزاستر كارثة أو أزمة، حادثة غير، هي معناتها حادثة غير مخطط لها تؤدي لعدم قدرة المنشأ على تشغيل عملياتها جزئيا أو كليا. وعندنا مصطلح آخر disruption اللي هو اضطراب، مش كده؟ اضطراب. طيب، disruptions incidents whether anticipated or the unanticipated that caused an unplanned negative deviation from the expected delivery of the product and services according to the organization objective. طيب، الاضطراب هنا حادثة سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، واللي ممكن تسبب انحراف سلبي غير مخطط له عن تسليمك لمنتجاتك أو خدماتك، أو حاجة غير متوقعة لتسليم المنتجات والخدمات وفقا لأهداف المنظمة. إذن الاضطراب، والاضطراب يعني ممكن تكون له تأثيرات سلبية على عمل المنشأة. يعني بمعنى آخر disruption يعني شنو، اضطراب يعني شنو، هي أي حادثة مخططة أو غير مخططة. نركز تماما في هذا التعريف، أي حادثة مخططة أو غير مخططة يمكن أن تسبب تأثير وانحراف سلبي للشركة أو المنظمة عن تقديم المنتجات أو الخدمات وفقا لأهداف المنشأة according to an organization objective. طيب، كذلك عندنا مصطلح protection، مصطلح protection الحماية أو يعني الوقاية. طيب، نقول حماية protection measures that safeguard and enable an organization to prevent or the reduce the impact of the potential disruptions. Measure that the safeguard and enable an organization to prevent or the reduce the impact of a potential disruptions.
التدابير اللي ممكن تحمي وتمكن المنظمة لمنع أو تقليل تأثير الاضطرابات المحتملة. أي منظمة لازم تكون عندها حماية في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذا العصر المتغير المتسارع الشديد السريع التحول اللي المتقلب، لازم يكون فيه شنو؟ حماية، protection. مؤسسة تكون عندها حماية. نحن بنحمي أجهزتنا، أجهزة الكمبيوتر مثلا بأنتي فيروس على أساس أنه ما تصيب بعد الفيروسات، وبالتالي تدمر البيانات الموجودة. فبالتالي المؤسسة لازم تكون عندها protection، تكون عندها حماية تحمي المنشأة وتمكنها من تقليل أي تأثير سلبي على الأنشطة بتاعتها. طيب emergency، حالة طوارئ، sudden or urgent usually unexpected occurrence or the event requiring immediate actions. هنا بيتكلم عن حدوث يعني أو حدث مفاجئ، حادثة أو حدث مفاجئ وعاجل وغير متوقع. هنا عادة يتطلب إجراء فوري لمثل هذه الحوادث أو الاضطرابات. حصل حريق، حصل انقطاع للكهرباء، حصل أي هجوم، أي طارئ يعني حصل حدث مفاجئ وعاجل وغير متوقع، حاجة ما متوقعة. الآن هنا بيعطينا ملاحظة في النوت 1، an emergency is usually a disruption or the condition that can often be anticipated or the prepared for but seldom exactly foreseen. هنا بيعطينا ملاحظة في انه ممكن عادة ما تكون الطوارئ اضطراب أو حالة يمكن توقعها أو الاستعداد لها، ولكن نادرا ما يتم توقعها. يعني احنا أحيانا بنتوقع وجود حادث أو وجود مثلا اضطرابات أو وجود مشاكل أو كذا، لكن أحيانا في شيء ممكن يكون متوقع وما يحصل، وفي شيء يكون غير متوقع ويحصل. نأتي لي كذلك يعني مفهوم آخر عن الإيفنت، الإيفنت الحدث، occurrence or the change of the a particular set of the of circumstance، حدوث أو تغيير مجموعة معينة من الظروف، في ظروف بتتغير في المنشئة. هنا يمكن أن يكون الحدث مرة واحدة أو أكثر، ممكن يحصل مرة أو أكثر في هذه الملاحظة. An event can be one or more occurrences, can have the several causes and several consequences. ممكن أن يكون الحدث مرة واحدة أو أكثر، ويمكن أن يكون له عدة أسباب وعواقب عديدة. كذلك في ملاحظة أخرى بيعطينا إنه يمكن أن يكون الحدث أيضا شيئا متوقعا ولا يحدث، أو شيء غير متوقع ويحدث. An events also being the something that is expected which does not happen or that something that is not expected which does happen. يعني يمكن أن يكون الحدث أيضا شيء متوقع ولا يحدث، أو شيء غير متوقع ويحدث. وكذلك في ملاحظة 3 نوت 3، an event can be risk sources، يمكن أن يكون الحدث هو نفسه مصدر للخطر، الحدث نفسه يكون مصدر لشنو؟ للخطر. عندنا مصطلح آخر عن الاكسرسايزز، لازم تكون عندك بعض التدريب وبعض التمرينات عشان تقدر تمارس، يعني تقدر تكون عندك قدرة على الاستجابة وقدرة على التحسين وقدرة على التطوير. فبالتالي تكون مؤسستك تجري بعض التمارين، بعض الاكسرسايزز، بروسيس تو ترين for the assess practices and improve performance in an organization.
not one exercises can be used for the validating policies, plan, procedures, training, equipments, and the organization agreements, and clarifying and training personnel and role and responsibilities, improving inter the organization coordination and the communication, identifying gaps in the resource, improving individual performance, and identifying opportunities for improvement, and control opportunities to practices, improve facilitation, and exercise does not need an expectation of the past of pass or fail. التدريب ومعنى الكلام ده انه يعني الحادث اللي يمكن ان يؤدي الى اضطراب او خسارة او حالة طوارئ. طيب في حادث ممكن ان يؤدي ل يعني اضطراب او يؤدي لمشكلة؟ نعم. فهنا لازم تكون هي عبارة عن عملية. الاكسرسايز دي عبارة عن عملية بروسيس للتدريب والتقييم والممارسة وتحسين الأداء. في الملاحظة هنا في النوتس أعطانا ملاحظة إنه يمكن استخدام هذه التمارين للتحقق من صحة السياسات والخطط والإجراءات وبرامج التدريب والمعدات وأي نوع من الاتفاقيات وتدريب الموظفين في الأدوار والمسؤوليات وفي تحسين وتنسيق يعني كل الأدوار في المنظمات وكذلك الاتصالات وتحديد الفجوات الجاب analysis أو جاب identification في الموارد وكذلك تحسين الأداء الفردي وتحديد فرص التحسين وأن تكون هنالك فرص محكمة لممارسة التحسين. وهنا بيعطينا معلومة إنه لا يحتاج التمرين إلى توقع النجاح أو الفشل. يعني ما بالضرورة نتوقع النجاح أو الفشل، لكن نجري بعض التمرينات على أساس إنه يكون عندنا قدرة على التقييم والممارسة لشنو؟ لتحسين الأداء. أيضا في مصطلح عن الإمباكت عن التأثير outcomes of the disruptions affecting objectives يعني نتيجة الاضطراب أو تأثير الاضطراب اللي ممكن يكون له تأثير على الأهداف affecting objectives تأثير الاضطراب outcome of the disruptions أو النتيجة الاضطرابات اللي حصلت اللي ممكن أن تؤثر على الأهداف incidents كمصطلح آخر events that can be or that could lead to disruptions loss emergency or the crisis. لذلك هنا بيعطينا إنه الحدث الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أو خسارة أو حالة طوارئ أو أزمة as crisis. طيب يعني ال هنا الحادث الانسيدنت يعني معناه اللي ممكن أن يؤدي اللي يمكن أن يؤدي لاضطراب أو خسارة أو حالة طوارئ أو أزمة. طيب نعرف يعني شنو أزمة، كذلك نعرف يعني شنو أزمات. هنالك أزمات بتحصل في المنشأة في كل فترة، معناتها الأزمة معناتها الكرايسيس أو الديزاستر أو الديزاستر حادثة غير مخطط لها، حادثة غير مخطط لها تؤدي إلى عدم قدرة المنشأة على تشغيل عملياته جزئيا أو كليا. طيب من خلال هذه التعريفات يمكننا أن نفهم بعض الأبعاد، وإن شاء الله سيكون لدينا يعني بعض المتطلبات المهمة في إطار تحقيق أهداف هذا النظام. فقط نحن شرحنا بعض المصطلحات عشان لقدام يكون عندنا يعني بعض المتطلبات والبنود الخاصة بالمواصفة تكون واضحة، وهذه المصطلحات مهمة جدا، وإن شاء الله سنتناقش في إطار أبعادها إن شاء الله في المحاضرات الأخرى المخصصة للمناقشة بإذن الله تعالى. نتمنى تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة.
البسيطة المخصصة لجزئية معينة بإذن الله، ولاحقا نتفصل. والسلام عليكم ورحمة الله.